حضرة الترابية للمحفوظ. أنا والده. والده وعنده كام سنة؟ 16 سنة. تحكيني إيه اللي حصل وعرفت إزاي الموضوع؟ هو مؤلف يسافر كل فترة كفسحة مع أصحابه وكده، هو يعني مش والواحد ما قفلش عليه على أساس يشوف الدنيا ويشوف الطريقة، قال عايز نشوف الدنيا بس علشان نعرف طريقي كيف. تمام، يعني هو متعود كل سنة يسافر بالطريقة دي. لي سنتين. لي سنتين بيطلع يشتغل ولا سافر فسحة؟ لا 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 شغل ولا فسحة، يعني فسحة أكتر منا شغل. تمام، ما مجبورش على الشغل. ما تعرفش تتعرف ازاي على اصحابه اللي هناك دول؟ لا ما هم بالنسبة يسافر مع ولد البلد كلنا قرباء بعض، يعني بالنسبة للعيلة كبيرة والوضع زي ما انت فاهم وضع العائلات وكده، هو فكلهم اصحاب مع بعض يعني. تمام، هو انت عرفت موضوع ان هو تم القبض عليه ازاي؟ منين؟ يعني اتصلوا بي قالوا عايزين البطاقة، لان كان عملت له البطاقة كان لسه ما خدهاش، يا ولد استنى خد البطاقة. الله قال انا 15 يوم وجاي رايح ويانجا، رايح اسكندرية يفسح ويشتغل، عاوز نشق طريقي زي اي يعني عند مع بعض، ده عاوز يقدم مصلحة لكن